السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا سعادة السفير. مساء الخير يا تامر بيه، تحياتي. ازاي معاليك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك طبعا هتشاركني الكلام في انها ايجابية فكرة انه لا احد فوق القانون، وانه اي شيء اي حد بيحوم حوله شبهات، انا طبعا مش هقدر اقول فساد لانه ده يحدده النيابة العامة والقضاء، لكن فكرة انه مفيش حد الحكومة بتتستر عليه او تحميه او تأويه، ده سنة جديدة ايجابية جدا في مصر. يعني بكل تأكيد أتفق مع سيادتك أن مبدأ المعاقبة ومكافحة الفساد مبدأ ثابت، وإن كان حتى الآن الدكتور خالد حنيفي لم توجه له الحكومة أي اتهامات، وتقديمه للاستقالة اليوم وقبولها من السيد رئيس الوزراء هي إجراء يعني متعارف عليه، والسيد الوزير أعرب عن الأسباب التي أدت إلى أنه تقدم باستقالته اليوم للسيد رئيس الوزراء التي قبلها كما أشرت حضرتك اليوم أيضا، وكلف السيد وزير التجارة والصناعة بتولي مهام وزارة التموين بالإضافة إلى مهام وزارته كوزارة التجارة والصناعة. طيب. طبعا تقرير حضرتك أشار إلى حالات قامت فيها الحكومة بمعاقبة وزراء من الحكومة مثل وزير الزراعة، فلا أحد فوق القانون ولا أحد فوق أي محاسبة. السيد وزير التموين حتى الآن لم توجه له تهم، وإذا كان هناك البرلمان أو أي جهة معنية بالدولة تود أن تتقدم بأي بيانات تتقدم بأي اتهامات، فطبعا ده امر محله القضاء والتحقيقات ومحله المراجعه داخل مجلس النواب. صحيح.